اشكر دور الدوله، ده دور مهم جدا، واشكر كمان دور مجلس اداره نادي الزمالك. واحنا شفنا وتابعنا ان كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، دكتور حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك وكان رئيس البعثه في الامارات، استاذ احمد خالد حسنين، تواجدوا واستمروا في التواجد في الامارات حتى انتهاء الازمه، كلمهم دور مهم جدا. وعيب قوي لما نشوف ناس بتشمت وفي وسط الازمه بيبان معدن الناس ويتقال لك ده ثلاثي اعضاء مجلس الاداره وكانهم في نزهه. عايز برضو اوضح حاجه مع انها المفروض تبقى واضحه للجميع، يعني الثلاث اسامي اللي انا قلتهم اكيد قيمتهم معروفه جدا، ولكن خرج لنا احد الناس وقال لك ده موجودين بياكلوا ويشربوا في الامارات، حاجه كده يعني ايه ده؟ يعني ده مش وقته اولا في ازمه تقول كده، وثانيا هرد عليك لان ثلاثي اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب، وامين صندوق نادي الزمالك دكتور حسام مندوه، واحمد خالد حسنين عضو مجلس الاداره، كانوا متواجدين ما بعد البعثه اللي هي عدد ايام البعثه، كانوا متواجدين في الامارات عشان يتابعوا ويسندوا ثلاثي نادي الزمالك في الفريق في الموضوع اللي هم فيه على نفقاتهم الشخصيه. ده امر ما انا مش هتكلم فيه تاني، ولكن عيب ان احنا نخش في حاجات كده في وسط الازمه تلاقي حد مطالع وبيشمت، وتلاقي حد طالع من الناحيه التانيه واحنا عارفين خلفياته وعارفين هو عايز يعمل ايه، ويطلع يوم قايل لك كلمه زي دي، ويطلع في وقت الازمه ما يتكلمش في ان الموضوع المفروض يتحل ازاي، لا يتكلم في بعد تاني ده بعيد تماما عن الاعلام. يعني الاعلام والتناول كان شيء، وبعض الناس بقى للاسف يعني طلعوا برضه واتكلموا في نفس الامور دي، ودي كانت قصه هو اثرها وكتب الكلام ده كلام غير مسؤول. اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك تواجدوا في الامارات بعد انتهاء المباراه وبعد عوده البعثه على نفقاتهم الشخصيه. طيب، فكل الشكر ليه.